السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الاحوال. فيديو جديد ان شاء الله ودرس جديد كما عودتكم. مرحبا بكم في قناتي وفي قناتكم عالم الخياطة. ان شاء الله اليوم غادي نفصل معكم وغادي نخيطوا هذا الموديل هذا اللي راهو دارج دابا. كيتلبس مع العبايات، كيتلبس مع الجينز، نتوما على حساب اللباس اللي بغيتو تلبسوه. كتكون الفتحة ديالو على هذا الشكل هذا، وموديل خفيف صراحة وسهل حتى في الخياطة ديالو. بغيتو ديروه بالثوب مزوق، بغيتو ديروه بالثوب سامبل. ان شاء الله نتمنى يكون الفيديو واضح ليكم. لاحظوا الموديل البنات كيجي زوين. بغيتو تزيدوا الفتحة حتى الفوق الا كنتو غادي تلبسوه مع كسوة من التحت، يكون لون سامبل وتدخلوا جوج لوان حتى هو كيجي زوين في الطريقة ديال اللباس ديالو. انا عندي هاد الثوب هذا ديال الخيط، فصلته على شكل الكتاف طايحين. ان شاء الله غادي تتبعوا الفيديو وغادي تعرفوا الطريقه. كان هذا هو الموديل ديال اليوم، كنتمنى يكون واضح لكم. ونبداو على بركه الله. اول حاجه عندي الثوب فيه 2 متر ديال الثوب اللي عندي فيه. كنطوي الثوب ديالي على 4 ونطويه على الظهر ديالو باش منين طراسي ما يبقاش الثوب فيه لطراس. كناخذ الثوب كنطويه على 4 على الطول ديالو، وكنحيد قياس الاكمام كنحيدهم بعد ما كنشد الطول ديالي اللي حطيت فيه 1.40 متر، وكنحيد الكمام كنخليهم على جانب حتى كنرجعو نفصلوهم. بالنسبه للثوب من بعد ما طويته على 4 على هذا الشكل ديال هذا الشكل هذا، كنبدا دائما من الجهه المسدوده. كناخذ 8 ديال السنتيم وكنحط قياس الكتف ديالي، وكنزيد 14 سنتيم ولا 10 سنتيم. نتوما داكشي اللي بقى لكم في الثوب، هي غالبا ما كتبقى تقريبا 14 سنتيم 12 سنتيم الا طويتو الثوب على الطول ديالو. صافي غنخلي هذه المسافه هذه كلها، وغادي نسطر من جهه الكتاف. كنهبط تقريبا بواحد 5 ديال السنتيم. البنات راه القياس راني شاده من الجهه المسدوده. من تحت داك 5 سنتيم كنحط 26 سنتيم. 26 سنتيم هي دورة التركيز ديالي، لان هنا الكتيفات طايحين. كنحط 33 في الصدر، وكندخل بواحد 4 سنتيم، وكنهبط بديك 4 سنتيم، وكنقور على هذا الشكل. سمحوا لي البنات لان التراساج ما واضحش، ولكن كنتمنى انه يكون واضح لكم. وفي طريقه التقطاع راه غيبان لكم، والقياسات راني كتبتهم لكم باش تفهموا اكثر. صافي كنقطع الكتاف، كنطيح الكتاف بحال هكا. نفس الطريقه اللي كنفصلوا بها جلابه مخزنيه ولا كيمينو، نفس الطريقه. صافي هنايا كنقطع، غير هو الثوب ملي كنطويوه على الطول ديالو ما كيبقاش فيه العرض. كنقطع حتى الاخر ديال الخلفه ديالي لهذا الشكل. صافي هنا كنكون ساليت. كنهبط من تحت دوره التركيز ب 26 سنتيم. هاد الفتحه يا البنات اللي كنخليو راها كتبقى اختياريه. بغيتو نتوما ديرو على حد الحزام كتهبطوا ب 14 سنتيم، بغيتو ديروها على قياس الحوض غادي تزيدوا تهبطوا ب 16 سنتيم وحده اخرى. كيبقى لكم نتوما الفتحه وفين بغيتو تبقى لكم. صافي من بعد ما كنحيد الخلف كنكونوا سالينا منه، كندير التغييرات اللي كنديرو دائما على الامام. التغييرات اللي على الامام كنحيدوا الكول، كنرجع نقاد الثوب ديالي مزيان باش ما يجينيش الديكالاج، وكناخذ قياس دوره العنق. بالنسبه للعنق هنا درنا الكول في، كول في هبطنا ب 17 سنتيم. صافي وكنلاقي النقطه ديال 17 مع دوره العنق اللي هي 8 سنتيم. وهنا كنكون ساليت الفصاله ديال الامام. طريقه الفصاله سهله، وهاد الطريقه هادي البنات راه كنتعمدوها في لي شوميز، في جلالب، في طريقه مخزنيه بكتيفات طايحين. من بعد داك الطرف اللي كنا حيدنا د الكمام من الطول، كنطوي الثوب ديالي على 4 دائما، وكنبدا القياس من الجهه المسدوده على هذا الشكل. كنرجع نقاد الثوب ديالي مزيان، وكناخذ الطول. الطول كنحيد منه داك القياس اللي كنا خلينا في الكتاف، لان داك التطيح هذا الكتاف اللي كنا زدناها على الكتاف ديالنا، او داك القياس اللي كنا زدناه على الكتاف، راه هو ضروري خصنا نحيدوه. الا ما حيدناهش راه الكمام غادي يجيونا طوالين. كنحيدو داك 10 سنتيم اللي خلينا او 14 سنتيم، داكشي اللي بقى لكم في الثوب. كنهبطو ب 5 سنتيم نفس الطريقه اللي درنا، كنهبطو ب 5 سنتيم، وكنشدو داك 26 اللي درناها في دوره التركيز اللي هي دوره الكم كتكون عندنا في الكتيفات الطايحين. صافي وكنلاقيو النقط ديالنا بهذا الشكل. ودوره الكم انا شتو كيما شتو في الاول الفيديو راني دايره فيها لاستيك، خليت 26 سنتيم باش جاني الكم شويه مبومبي.
صافي وكنلاقي الخط ديالي، كنعتذر على التراساج ما واضحش، لان التبني كيكون مزوق ما كيبانش فيه الخطوط او داكشي اللي كنديرو في الفصاله ديالنا. كنتمنى ان المقطع يكون واضح ليكم، والقياسات راني كتبتهم وكنشرحهم ليكم. كناخدو الشكل ديال الكم ديالنا على هذه الطريقه هذه، كنكونوا سالينا في الصاله. بالنسبه لهنا غادي نديرو السجف او التبطيل اللي كنديروه في الخلف. لاحظوا البنات، انا الثوب ما بقالي منه حتى شي طرف، 2 متر ونص راه جاتني. حسب الا كانت مثلا بغيتو ديروا باندا ولا سيور ولا شي حاجه، 2 متر ما غتكفيكمش على الاخر، خدوا 2 متر ونص ديال الثوب. كناخذ 8 ديال السنتيم، كناخذ قياس الكتف صافي، وكنقور نفس الطريقه اللي كنديروا في الكتف، راه هي اللي كنفصلوا بها التبطين، وكنقطعوا 8 سنتيم دوره العنق، وكنطيحوا الكتاف باش ملي كنجيو نخيطوا كتجينا الخياطه نفس الخطوط او نفس تطيحة الكتف، باش كتمشي لنا الخياطه هي هذيك. بالنسبه لهنا كنجيبوا الخلف ديالنا هو اللي غادي نبداو به. بالنسبه للامام راني ما درتش فيه التبطين لان ما بقاليش الثوب. خديت هنايا التبطين ديالي ودرت الوجه على الوجه، وما كنجيبش ولاقيو الكتف، كنلاقيو غير ديك 8 سنتيم اللي عندنا دايره، هي اللي كنلاقيوها فقط على هذا الشكل. وكنديروا الكرانات باش الثوب ديالنا كيطوعنا في الخياطه، وكتجي الخياطه مفينيه ضروري كنديروا الكرانات بالمقص. وكنجيب الامام ديالي وكنطوي سنتيم، بعد ما سرجيتو كنطوي سنتيم الخياطه. ملي كنكون كنخيط كنحاول الثوب الفوقاني كنرخفو، ما نجروش، الا مشيت حتى جريت الثوب اللي كان من الفوق عندي راه كيوقع لي واحد المشكل في الخياطه، يا اما كيتجر يا اما ديك القياس اللي درنا في العنق ما كيبقاش هو، كيتبدل، بخصوص الا كان الثوب ديال الخيط كيتبدل التغيير ديال القياس اللي حطينا في العنق. حنا كنمشيو مع الخياطه وحنا راخفين يدينا وراخفين حتى الثوب. صافي، على هذا الشكل هذا خيطت الكول. كنجيب الخلف وكندير دائما الكتف مع الكتف، الوجه على الوجه ديال الثوب على هذا الشكل، وداك السجف كنردوه بحال هكا كنحطوه على الماكينه، وعاد كنرجعوا كنقلبوه على هذا الشكل. كنتمنى الطريقه تكون واضحه لكم، وكنخيطوهم بثلاثه بهم في ان واحد على هذا الشكل، دائما سنتيم ديال الخياطه لا غيطمون، كنسدوا الخياطه ديالنا باش ما تتحلش، ودائما لا غيطمون في اخر الخياطه ديالنا حتى هي. صافي، كنجي كنلاقي الكتف الثاني على هذا الشكل، نفس الطريقه كنكمل بها الكتف الثانيين على هذا الشكل هذا. دائما التبطين كنردو على الكتف، وكنكمل الخياطه سنتيم ديال الخياطه، وكنسد الخدمه في الاخر. من بعد كنقلب التبطين ديالي وكندوز الخياطه باش كنثبت داك الخدمه اللي كتكون عندي ديال دوره العنق، ما كتبقاش عندي طالعه، كنخلي عبار الصباط وكنخيط على هذا الشكل باش كنثبت داك التبطين ما كيبقاش يطلع. هنايا كنحاول كما لاحظتوا كنحاول نجيب عفوا كنجيب التوب ديالي على هذا الشكل هذا او السجف باش كنثبتو من التحت، كندوز على السورجي بهذه الطريقه هذه، وكنكمل الخياطه ديالي على هذا الشكل. البنات، شكرا لكم بزاف على لي كومونتير اللي كتخليو ليا، كلمات شكر قليله في حقكم، شكرا بزاف. واللي بغى تتعلم الخياطه عليها بالاستمراريه، ضروري الاستمراريه والتطبيق. اللي ما عندهاش ماكينه وبغات تشري ماكينه، من الاحسن تشري ماكينه كبيره، ولكن اللي ما كانش عندها الامكانيات ضروري تبدا بماكينه صغيره. الا بغات كانت عندها الرغبه وبغيت تكمل تبدا بماكينه صغيره، ما تستناش انها حتى تبدا بماكينه كبيره. كنا بدينا انا شخصيا بديت بماكينه صغيره، خدمت بها حتى الكليان في البدايات ديالي، دوزت عندي تقريبا عام خدمت بها، وعاد شريت ماكينه كبيره، من بعد عاد شريت السورجين، بعد عاد شريت ماكينه كبيره. دائما البدايه هي اللي كتكون صعيبه، عليكم بالاستمراريه، والله يسهل على كل وحده ان شاء الله توصل لك الشيء اللي بغات. صافي، كما لاحظتوا هنا البنات، انا خديت لاستيك من بعد ما درت القياس دوره الكم، وخليته على جانب باش ملي كنجي نخيط كيكون نفس الطريقه درتها لكم الثاني. صافي، هنا غادي نجيب دوره التركيز، وغادي نلصق لكم مع دوره التركيز ديالي او دوره الكم، لان الكتف كيكونوا طايحين. كنتمنى ان من الفيديو يكون واضح لكم،
وإلا كانت شي حاجة ما مفهوماش خليها ليا في لي كومونتير، وما تنساوش الاشتراك والإعجاب. شفتكم هاد ال هاد ال مني سافرت ورجعت شفتكم ما بقيتوش كتفرجوا، ما فيها باس اللي تفرجات وعجبها الفيديو تخلي ليا جيم وتبارطاجي الفيديو، وشكرا لكم بزاف. صافي هنا كنكون ساليت دورات لكم ديالي، دابا صافي غادي نلاقي او غادي نمونطي البياسه ديالي. دائما كنبدا من راس لكم وكنسد الخدمه ديالي. ملي كنكون كنخيط التوب ديال الخيط او التوب كما كان، نحاول انني كنخدم وانا كنقيس الطول باش ما يجينيش الديكالاج، ونحاول انني ما نجرش واحد الجهه على جهه اخرى. وكونوا اكيدين بان الخياطه ديالكم راه غادي تجيكم نفس القياس. انتم كنبدا من التركيز، ضروري الخط ديال التركيز يجيني مع الخط ديال التركيز على هذا الشكل. انا كنخيط وانا كنقاد التوب ديالي غير بشويه باش تجيكم الخدمه مضبوطه. صافي ملي كنوصل لهنايا كنكون درت واحد الكرانه كما كنا درناها في الفصاله، داك القياس اللي كنا حطيناه من تحت التركيز كنعاود هنا نكرانيها باش تبان. صافي كندير لاغيطمو كنكون هنا ساليت الخدمه ديالي، لان كتبقى ديك الفتحه محلوله. هذا موديل زوين ان شاء الله غادي نطبقو معكم في التوب ديال الكريب، غادي نطبقو معكم وغادي نديرلو حتى التحتاني ديالو، غادي نديرو فيه واحد الديكور اللي غادي يكون زوين ان شاء الله وغادي يكون جديد. غير مساله وقت باش نشري التوب وان شاء الله نوجدو معكم. كونوا في المواعيد. صافي من بعد كنهبط الخلفه ديال التوب ديالي وكنبدا نخيط سنتيم ديال الخياطه، وكندور على ديك الفتحه كلها بهذه الطريقه هذه. ملي كنكون كنخيط كما قلت لكم كنحاول انني ما نجرش الثوب نرخفو. كنوصل لهنا كنبوانتي البرا دائما في الجوانب وكندور على هذا الشكل، كنخيط واحد تقريبا واحد سنتيم ديال الخياطه هكا بالعرض. صافي وكنرجع نهبطها بهذه الطريقه. صافي هنا غادي نلصق معكم لاستيك، كنرجع نقلب البياسه ديالي على هذا الشكل. هنايا كنت خيطت لكم الاخر، غادي نخيط معكم الجهه الثانيه. نحاول نفيني قبل ما نخدم باش كيكون عندي الخدمه مفينيه ومقاده. صافي كناخذ القياس ديالي لاستيك، الا كان عندكم فيه 2 سنتيم كتخليو 2 سنتيم وكطويو، كان عندكم فيه 3 سنتيم نتوما على حسب لاستيك اللي غادي تستعملوه. وكنبدا نخيط، ما كنخيطش على لاستيك، كنخيط على الثوب. لاستيك كنخليه على جانب وكنبقى ندور بالخياطه على هذا الشكل هكا. صافي كتبقى لي التكفيفه من التحت. البنات الفيديو راه قريب يتسالى، كتبقى لي التكفيفه كنكفف الثوب ديالي. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لكم على المتابعه.